انا بضع شخصيتك، انا فيني اتغير على شخصيتي. ايه مين لا لا بيتغير لا، ما شخصيته؟ بتتغير شخصيتي، انا شخصيتي لساتها هي هي. قالت لك اذا انت ما بتاكل الاكل، ما بتاكل الحكي، اذا مثلا قلت لها ما تبكي بتضغط على شخصيتها، لان هي من شخصيتها ان اذا اتعصبت واذا صار معها شيء واذا اتضايقت فول تبكي. انت ده ما بتزعلك يعني شو؟ وانا قلت لك ما فيني، ما راح اقدر اوعدك، بس ما راح اقدر 100%. انت مو مره راح تزعلني، اكيد راح تزعلني مره من غير قصد، اكيد، لانه بالقصد نو واي. طب انت ليه ليه حياتي؟ بتعرف شو عم يصير؟ عم يصير انه الناس هي اللي عم تدفع القياس. انا ما رح، ما عم بحكي على حالي، انا عم بحكي لك الوضع بشكل عام. الناس هي اللي عم تقتل قياس. لما نحن بنحلل الحب كثير، معناتها نحن عم نقتل القياس. شو خفك؟ ما شفت اننا متابعيننا، اننا متابعين وين راح تقضي شهر العسل؟ معك، بس فهمت شو عم يصير؟ قصدي شو قصدي؟ فهمت. الناس هي اللي عم تقتل قيس. ما قيس موجود وروميو موجود، بس نحن لما من فلسف الحب من حجمه، معناتها نحن عم نقتل بني ادم. ما بعرف، الناس هي خايفه تحب، خايفه تطلع الحب اللي عندها، او مو عارفانه تحب، او ما بعرف. في شيء غريب عم يصير، في شيء غريب. تحسي انه ما الناس عم تفوتوا ببعض، او ما ادري كيف، ما بعرف. لدرجة انه اذا حدا حب بصدق بفكروا عم يكذب. ما ما بفهم شيء. عايز حالي عم باكل 200 كف. شو؟ تاكل 100؟ امبارح انا مش مبين وانا بعدين بدي اقوم كرشي ورا الضحك. بدي اقوم صحتي رح تشيلها حياتي. بس يعني مضايقتك؟ مو مضايقتني، لا، بس انا ما عجبتك. بس اذا كانت احسن ليش لا؟ نشتغل على Gracias.